السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس الجزائر في هذه الأيام إلى غاية نهار الخميس إن شاء الله، ليلة اليوم من الثلاثاء إلى الأربعاء، نهار الأربعاء وأيضا نهار الخميس ستكون فيه أمطار رعدية، ستكون غزيرة في بعض المناطق، لذا يرجى الحذر في حال جريان الأودية. الأمطار الرعدية ستكون بالخصوص على المناطق الغربية والوسطى، بينما الشرقية تقريبا ستكون مقتصرة على السواحل والقرب منها، أيضا مناطق ربما على شمال غردايا وكذلك حتى على بشار وتندوف. هذا بخصوص الأمطار الرعدية إلى غاية يوم الخميس. أما سنشهد من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد إن شاء الله ارتفاع درجات الحرارة من جديد. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.